تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح معسكر وادي علي التابع للحرس الملكي، وذلك بمناسبة الذكرى 49 لتأسيس قوات دفاع البحرين. ولدى وصول موكب جلالته أيده الله إلى معسكر وادي علي، كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وعدد من كبار الضباط. وفي بداية الاحتفال عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي، ثم تفضل جلالته حفظه الله بتفقد حرس الشرف الذي اصطفى لتحية جلالته. استاذن جوازتكم تفقد عبور العرسين. ثم تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بتسليم راية الكتيبة الخاصة 83 وكتيبة الحرس الملكي 12 إذانا بانضمامها لأسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، متمنيا جلالته لهاتين الكتيبتين التوفيق والنجاح في عملهما مع وحدات قوة الدفاع لأداء واجبهم الوطني على الوجه الأمثل. بعد ذلك استأذن قائد الطابور جلالة الملك المفدى لخروج الطابور. Thank you.
جهازكم انصراف طابور العاصين. حرس الى اليمين نور الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أخواني منسوبي قوة الدفاع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب الجلالة، في مثل هذا اليوم وقبل 49 عام مضت نستذكر تاريخاً ناصعاً وحافلاً بالمنجزات، منذ أن وضعتم يا صاحب الجلالة لبنات البناء لمراحل التأسيس الأولى لقواتنا المسلحة الباسلة التي أصبحت اليوم مفخرة وطنية كما أردتم، وامتداداً للمبادئ والقيم التي قادها الأجداد الذين حملوا الراية الخليفية المظفرة في الدفاع عن الدين وعن الوطن. وعلى هذا النهج الذي أسستموه يا صاحب الجلالة ستبقى قواتكم الباسلة هدفها الأسمى هو حماية الوطن والدفاع عنه والحفاظ على أمنه واستقراره وصيانة مكتسباته الوطنية. سيدي بكل المعاني الفخر والاعتزاز أتشرف أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بيوم قوة الدفاع 49. هذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعاً الخالد في تاريخ البحرين وذاكرة أبنائه الشهداء الأبرار. سيدي إنه لشرف عظيم في هذه الذكرى وهذا اليوم المجيد بتشريفكم لنا لإسدال الستارة إيذاناً بافتتاح معسكر وادي علي التابع لكتائب الحرس الملكي وتسليم راية كتيبة الحرس الملكي 12 وكذلك تسليم راية الكتيبة الخاصة 83 والتي تنضم راياتها اليوم إلى رايات العز والفخر، وتأتي هذه الإنجازات بفضل من الله وبفضل قيادتكم الملهمة الفذة التي حباكم الله بها، حيث كانت قواتكم هي موضع اهتمامكم الدائم وسعيكم المستمر للتطوير والتحديث والتسليح لكافة قواتنا وأجهزتنا الأمنية. سيدي صاحب الجلالة، فأنني أقول باسمي وباسم أبنائكم ورفاق دربكم منسوبي قواتنا المسلحة، سنبقى رهن إشارتكم وستبقى راية البحرين نحملها ونرفعها عاليا بأيدينا وسنطوقها بأعناقنا وقلوبنا وبنادغنا، وسنرفعها بمعارك الشرف والبطولة دفاعا عن عقيدتنا وبلدنا وقيادتنا ومواطنينا ونصرة لأشقائنا، فهم جنودكم الذين صقلتهم مدرسة الرجال وميادين العزة والشرف، ورحم الله شهداء البحرين الأبرار. سيدي كما أنني أتقدم بهذه المناسبة بالشكر والامتنان إلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى على دعمه المتواصل، وإلى صاحب المعالي القائد العام على مساندته المستمرة، وإلى كافة مسؤولين القيادة العامة لتعاونهم الكبير لتحقيق الغايات المنشودة التي نسعى إليها جميعا. وفي الختام أدعو الله جميعا أن يحفظ جلالتكم ويمدكم بنصره وأن يحفظ مملكتنا القالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قدمت هدايا تذكارية لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة.
بعد ذلك توجه جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله إلى منصة العلم لرفع راية كتيبة الحرس الملكي 5. ثم تفضل جلالته بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح معسكر وادي علي، كما استمع جلالته إلى إيجاز من مدير الأشغال العسكرية عن مراحل إنشاء المعسكر. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إنه لمن دواعي اعتزازنا العميق أن نفتتح معسكر وادي علي التابع للحرس الملكي بمناسبة الاحتفال بيوم قوة دفاع البحرين 49. ونود بهذه المناسبة أن نسجل بكل الفخر تقديرنا للدور الوطني الكبير الذي تنهض به قوة دفاع البحرين المظفر، والتي تشكل الدرع المنيع لحماية مملكتنا الغالية وبما تتمتع به من قدرة قتالية عالية تليق بدورها في حماية مكتسبات وطننا الغالي. نسأل الله تعالى التوفيق لنا جميعا بما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله. وبمناسبة الذكرى 49 على تأسيس قوات دفاع البحرين، أعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله عن أطيب تهانيه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوات دفاع البحرين البواسل ولكافة المواطنين الكرام، قائلا جلالته إن ذكرى إشراقة الضوء الأول لقوات الدفاع هي ذكرى مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة يفخر ويعتز بها جميع أهل البحرين، وإن إنجازاتها سطرت صفحات منيرة في تاريخنا الوطني. وأضاف جلالته إننا قد سعدنا اليوم بافتتاح معسكر وادي علي ليكون لبنة أخرى تضاف إلى صرح قوات دفاع البحرين الشامخ، كما نستذكر في هذا اليوم المجيد الجهود الكبيرة التي قدمها رجال قوة الدفاع المخلصون منذ بدء مسيرتها المباركة، ولا زالت ترتقي وفق مخطط طموح يتماشى مع مقتضيات الحاضر وتطلعات المستقبل على طريق التطوير والبناء، فهي حصن الوطن المنيع ورجالها البواسل مثالا للوطنية الحقة وموضع تقديرنا الكبير ومبعث اعتزازنا الدائم لما يتسمون به من سمات الشجاعة والجاهزية القتالية الرفيعة والولاء الصادق. فقوة دفاع البحرين هي مدرسة الرجولة والقيم النبيلة. وأضاف جلالته أيده الله قائلا إننا بكل الاعتزاز والتقدير يسرنا أن نوجه التهنئة بهذه المناسبة لرجالنا الأبطال الذين يشاركون أشقاءهم البواسل ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية لأداء مهامهم النبيلة السامية ومد يد العون للأشقاء في اليمن العزيز وتوفير الإغاثة الإنسانية لهم، فيقدمون بذلك أسمى معاني الشجاعة والفداء.
وقال جلالته أيده الله إن قوة دفاع البحرين أثبتت أنها قوة استقرار في المنطقة تسهم في تثبيت الأمن والسلام الإقليمي بمساهماتها مع الأشقاء والأصدقاء في العديد من المهام العسكرية والإنسانية المشرفة بشجاعة وعزيمة صلبة في تحدي الصعاب. وقدم رجالها الأشاوس التضحيات في سبيل تثبيت السلام والخير للجميع ومن أجل أمن وكرامة وطننا العزيز وأمتنا ومستقبل أجيالنا القادمة، إضافة إلى دورها في دعم مسيرتنا التنموية الظافرة في العديد من المجالات. مؤكدا جلالته رعاه الله على أهمية استمرار تعزيز التعاون والترابط العسكري الأخوي الوثيق مع الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من وحدة الهدف ودرء الأطماع والأخطار عن منطقتنا والتصدي للإرهاب بكل أشكاله. مقدرا جلالته أيده الله الدور القيادي الذي يقوم به معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وجهوده الكبيرة للرقي بقدرات قوة الدفاع نحو استمرار المزيد من التطوير. وأضاف جلالته لقد سعدنا اليوم أن يكون احتفالنا بين رجال الحرس الوطني الذين لهم مكانة رفيعة عندنا وموضوع تقدير دائم، مشيدا جلالته بما يقوم به العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي من جهود مثمرة في تعزيز ورفع قدرات الحرس الملكي، متمنيا جلالته لرجال الحرس الوطني وجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوى الدفاع البحرين دوام التوفيق والسداد.